الناس المريضة في عقولها وفي نفوسها مش بزعل منها لكن بزعل عليهم، أو زي ما قال الراحل ثروت أباظة أنهم يستطيعون أن يشفون من أمراضهم ولكنهم لا يريدون. لهذا ليس هناك داعي بأن تغضب، إنما عليك ويدعوك ويدعوني أن نشفق عليهم لأنهم في شقاء لم ينتهي. عمرك سمعت عن مقولة بتقول يعني إيه؟ كلمة بتقول فلان مريض بمخه أو ربنا مسلط عقله عليه. كل ده كلام عن الناس اللي مش عايزة تخف، عايز يفضل في مرضه، عاوز يفضل مريض عقليا، يأذي في الناس، عنده حقد من الناس، ما فيش أي حيلة تخرجه من إيه؟ من الكابوس ده. تمام؟ غير الناس اللي ربنا قال عليهم إيه؟ سماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني ممكن يكون الناس دول لو شفناهم لأول مرة نحبوهم، بعيد عن الناس التانيين لو شفناهم أول مرة وشك يتقبض وتقول في سرك أعوذ بالله. علشان كده يعني احنا مش زعلانين منهم خالص، احنا زعلانين عليهم، نتمنى لهم الشفاء، نتمنى لهم أن يعودوا لوطن يحبون الناس فيه. معايا النهارده بقت ايه مفاجأة ما تخطرش على بال البرنامج ولا جمهوره. لما يكون على طول انا بستضيف منشدين من مصر وقراء وما وشعراء وما الى ذلك، بس لما يكون معانا النهارده منشد سوري ده بتختلف تماما. لما نستمع لكلمات سورية وفي الانشاد الديني كمان، لا ده احنا لازم نعمل له تعظيم سلام. اولا معايا ومعاكم النهارده المنشد الديني احسان الزين. اهلا وسهلا اخي اهلا الكريم، بك. الله يبارك فيك. يعني في البداية كده أستاذ إحسان، عاوزين حضرتك تعرفنا بنفسك، إزاي جيت لمصر، إزاي، مين اللي دخلك في مجال الإنشاد الديني؟ تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الكريم، أنا أول ما دخلت بالإنشاد، طبعا اللي عنده صوت دي فطرة ربانية، الصوت سبحان الله هو يصير عنده دمدمة بينه وبين نفسه، ممكن إنسان يعني دمدم، ده اللي عنده صوت، دي عن تجربة. فأنا دخلت بمجال الإنشاد عن طريق شخص وعجبت بصوته، وهو الأستاذ الكبير منير عقلة، منشد ديني كبير سوري. فلما سمعت صوته فأثر فيني كتير يعني. فبعدها سبحان الله اشتغلت عند أخوي، وأخي برضه هو منشد ديني وعنده فرقة إنشاد، وتلمذت عنده في البروفات، صرنا نحضر بروفات بقصائد موشحات من جميعه يعني، وباستمرار، وتعلمت عنده من فضل الله موضوع المقامات، والسماع أيضا فادني كتير. موضوع السماع في كتير ناس غايبة عنه، هو السماع لما إنسان بيسمع، طبعا أنا بتكلم بهذا المجال، لما إنسان بيسمع بهذا الشيء بتكرار، زي إذا واحد عم يحفظ، الإنسان عايز يحفظ شيء لو ما سمع كتير مش هيحفظ. فأنا السماع، القصائد طبعا والموشحات، فهذا الشيء من فضل الله رب العالمين أكرمني بهذا الشيء، وكان في سرعة من فضل الله. طبعا الفتوح من الله اكيد، يعني كل حاجه من الله، ده حاجه اوليه يعني، وحاجه بنستعين بها في اي أكيد. مجال اكيد. طيب احنا عاوزين بقى نستمع لحضرتك لانشوده دينيه ان شاء الله على عيني. تفضل. بسم الله. فجر أطلع على الوجود فأطلع، فجر أطلع على الوجود، فجر أطلع على الوجود فأطلع شمسين
شمس سنا وشمس هدى ما قبس من الرحمن لا قبس من الرحمن لا فلم يدع لألاؤه فوق البسيطة موضعا ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتطوؤا يا رسول الله يا أدعوك دعوة مادح وافى إليك بمدحه مستشفعا واهتزت الأرض إجلالا لمولده واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطرب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب الله يبارك فيك يا رب. لا والله حاجة تحفة. تسلم الله يخليك يا رب. كلمات يعني إلقائك قبل الكلمات صوتك رائع. الله يكرمك بارك فيك بصراحة شكرا. يعني عاوز أعرف منك يعني إيه المقامات عرفتها منين؟ مين اللي عرفها لك؟ تعلمتها في مكان معين؟ طبعا المقامات قلت لك تعلمتها عند أخي. أخي هو اللي علمني الموضوع المقامات. ده علمك المجال كله. طبعا. اللي شادد هو اللي حبيبك فيه. هو اللي دخلني عليه. عرفت كيف؟ ومن بعدها سبحان الله فاجتهدت بهذا الشيء لأنه حبيته أنا. تمام. طيب الكلمات الجميلة بقت منين؟ الكلمات أخي الكريم من بعض المنشدين الكبار في سوريا. واحد طبعا هي بالنسبة للكلمات تتداول بين المنشدين، ممكن من الصعب تشوف مين اللي هو مؤلف هذا الشيء من كتر ما منشدين بيقولوا الكلمات دي. فعلا. بس طبعًا. اللي بيميز المنشد عن آخر اللي هو إلقائه. أيوة طبعا إلقائه وصوته أكيد. وبصراحة صوتك رائع. الله يبارك فيك شكرا. الله يخليك. شوقتيني لسماع أنشودة أخرى. تسلم الله يخليك يا رب. هتسمعني تاني؟ نسمعك يا خير مولود إن شاء الله. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه ويا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا ضاءت
مشرقا بقدومه وضاء والكون أصبح مشرقا بقدومه ويا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا هذا الحبيب المصطفى كل العوالم قد بدت من نوره وهذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره ويا خير مولود يا نبي خير مولود يا نبينا ويا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. الكلمات اللي حضرتك بتقولها ديت أنا بسمع المنشدين زي ما أنت بتقول، بس في منشد عن منشد يفرق في الثقافة. يعني الكلمات اللي بتقولها ديت عارف معانيها؟ بتتكلم عن إيه؟ هي معنيها واضحة. يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه. كل إنسان خصيم للنبي عليه الصلاة والسلام ذل، تمام؟ ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه عليه الصلاة والسلام. هي كلمات سبحان الله صريحة وواضحة، تمام. والإنسان كمنشد الفتوح يأتي إليه، يعني لازم إنسان يكون تقي، رجل يفوت بمجال الصلاح والتقوى. يعني الأشياء هي إن شاء الله الله عز وجل بيكمل معه هذا الشيء. الإنشاد لازم يكون إنسان محب للنبي عليه الصلاة والسلام. فعلا عليه الصلاة والسلام، لو ما فيش الحب الزايد للنبي عليه الصلاة والسلام مش هيصل. طب المنشد بقى يعني لما يجي يألف أنشودة جديدة كلماته اللي بيألفها بناء على إيه؟ يعني في ممكن إيه زي ما أنت بتقول كده اللي هي في المولد النبوي، وفي منها في مناسبة أخرى. طبعا لازم يكون في شاعر بهذا الموضوع، يعني يكون إنسان بيألف أشعار. المنشد غير الشاعر، الملحن غير المنشد خالص. يعني أنا مرة كنت بسمع لإنسان منشد كبير، فعاملين مع مقابلة رحمه الله أستاذ حسن حفار، فواحد بيسأله بيقول له أنت لحنا بنسمع عنك وكذا وأنت ألفت إيه؟ قال له أنا ما ألفت أي شيء. قال له هذا كله موجود، هن أهل التلحين اللي لحنوا، بس أنا بقول بصوتي وأدائي بإلقاء زي ما أنا قلت لك. الصوت القصيدة أداء، كل منشد ممكن تسمعها منه شكل. طبعا القصيدة الجماعية زي ما قلت لك هي كله يقولها زي ما هي. وعرفت اللي حضرتك عندك فرقه فعلا. الحمد لله. بتطلع معهم في جميع المناسبات؟ نطلع من فضل الله. يعني في مصر هنا ولا في سوريا؟ مصر وسوريا. والله بسوريا انا وعمري تقريبا 24 سنه اسست الفرقه الانشاد من فضل الله. كلكم من سوريا؟ كلكم من سوريا. بس كلكم ساكنين قاعدين في مصر. انا بكلمك على سوريا دلوقتي. تكلم عن لما اسست فرقه الانشاد كنت في سوريا وانا عمري 24 سنه. تمام. فلما سافرنا لهنا قعدنا هنا، فمن حوالي تقريبا 5 سنوات اسست الفرقه من جديد هنا من مصر. فرقه اللي بسوريا خلاص بقى كل واحد صار، انما الفرقه اللي معك هنا من مصر اللي هنا لا سوريين كمان. سوريين بس غير الفرقه القديمه بقى. يعني حضرتك اللي كونته؟ من فضل الله. ده انت يعني متشوق للانشاد الديني؟ والله يعني هو هذا الشيء اخي الكريم، هي هوايه. يعني الانشاد هي هوايه اكيد ومعجونه في دمنا زي ما بيقولوا. زي ما انسان بهوى شيء لا يمكن انه مش بالسهل يبعد عنه، ده حاجه فعلا. والصوت
اجمالا لو انسان يعني ربنا كرمه بصوته هيستمر فيه. طيب يعني تحب تختم بقى بانشوده ايه؟ عايزين نختم بانشوده كده من روائعك الجميله. يغني لنا الحادي فيشبعنا سترا، يغني لنا الحادي يغني لنا الحادي فيشبعنا سكرى بذكرى حبيب منه تنفعنا الذكرى فتأخذنا الأشواق فتأخذنا الأشواق من كل جانب لا بدعة فالأشواق أربابها سكرى فلولاه لم نهوى العيون ولا الظبا ولولاه لم نعشق هلالا ولا بدرا هو القبضة الأولى صلوا عليه هو القبضة الأولى هو النور هو النور في العمى هو الفخر في الدنيا هو الذخر للأخرى نظام المعاني روح كل حقيقة إمام النبيين العظام أبو الزهراء به هام أهل الله به عن كل حادث فما أبصروا في الكون زيدا ولا عمارا يطيب لذي القلب المنور ذكره كما طاب برد الماء للكبد الحرى الله على الكلمات وعلى الإلقاء اللي والله أنا استمعت لمنشدين كتار ما عجبنيش إلا صوت حضرتك وفي طبعا الإخوة أبو شعر برضو كان بستمع ليهم دايما فبشكرك على الكلمات الرائعة ديت وعلى الإلقاء الرائع ده وأتمنى إن يكون بينا لقاءات متعددة بإذن الله إن شاء الله وزي ما قلت لكم في بداية المقدمة إن الناس المريضة برضو في عقولها ونفوسها مش محتاجين دكتور ولا محتاجين يعني شيخ ولا قسيس ولا شوية بخور الناس دي محتاجة ان هم يبصوا في المراية ويشوفوا نفوسهم المريضة ازاي طلعت وطفحت على وشهم لحد لما اسود اسود مش اللون اسود الطبع والنظرة الخبيثة والبصر اللئيمة والحقد اللي طفع عليهم دول عكس اللي ربنا قال عنهم سيماهم على وجوههم من أثر السجود
لذلك أتمنى أن يكونوا مثل تلك الفئة من ربنا ذكرهم في القرآن الكريم. وبكده انتهت حلقة اليوم من برنامج مع الناس، انتظرونا في حلقات مقبلة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.